الحمد لله اليوم عرضوا عليا، كبروا بيا عرضوا عليا لهذه المناسبه. و اول حاجه جيت باش ندير حتى انا اللمسه ديالي، وجيت باش نفرح مع هاد الناس. وكنظن هادو هذا سبب من الاسباب اللي خصنا يعني تجعلنا حنا المغاربه نضامنوا بعضياتنا في امور اللي عندها فريمون ان بوت، اللي زعما فريمون خصنا نديروها. الناس اللي محتاجين الوجود ديالنا ومحتاجيننا نوقفوا معاهم ولو بكلمة طيبة. يعني ماشي بالضرورة الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاد الناس محتاجين الوجود يعني ديال حياة مزيانة بالنسبة لهم، والحمد لله تجمعات لهم واحد البركة وتشرات لهم الدار، وهذا الله يسخر ويستاهلوا، وناس طيبين الله يعمرها دار. أول حاجة أنا العرس ديال إكس وان ما عرض عليا حتى واحد. ثاني حاجة يكون عرض عليا شي حد ما غنمشيش، لأنه بالنسبة لي أنا هذيك كتخرميزة. يعني الا غادي نجمعوا الفلوس وغنديروا وغادي نساندوا شي واحد فريمون اللي ما عندوش. هاد السيد هذا شراو ليه دي بروتيز باش يحس براسو بحالو بحالنا، باش يعيش الحياه ديالو اللي عطانا الله عز وجل. يعني كاينين اسرار الله حرمو منهم، والحمد لله خلق واحد العباد طيبين اللي جعلوه يعوضوهم ليه بدي بروتيز. كنظن انا هذا دافع من الدوافع اللي جعلني انني نسافر ونجي ونجلس ونشرب كويز الماء ونشوف ونفوج ونفرح معهم ونعطي انا اللي كتب الله. هادو دايزه فيهم يستاهلوا، الناس طيبين. ما داكشي ديال من والو كنخلقوا واحد لو بوز وكنخلقوا واحد، هو ما صنعش لنا لا سبيرين. يعني شنو دار المغرب؟ شنو اخترع؟ شنو دار؟ شي مسلسل، شي فيلم، شي حاجه اللي غادي تعجب المغاربه واللي غادي تلاهيهم؟ داكشي تخربيق. يعني مع احتراماتي لهم انا ما كنشوفهمش، ما عمرنيش شفتهم وما كنعرفهمش وما بغيتش نشوفهم. يعني كاين شي حاجه في الخير، شي حاجه فين تصرفوا في الخير مرحبا. المغربي ماشي هو هذا، المغربي حنين وكريم، كيوقف مع خوه اللي محتاج فريمون. ما داكشي ديال التخربيق ونديروا البوز ونبيضوا السنان، داكشي ما خدامش. شوف انا كنقول لكم دوك الحالات اللي ما عندها حتى شي سينيفيكاسيون، حبسوا المرقه. نقولها لكم باللغه ديال شاف، حبس المرقه. داكشي راه تخربيق. كاينين فريمون ناس اللي محتاجيننا وعندهم واحد النفس كتصوت، ما يرضاوش يمدوا يديهم، حاولوا تساعدوهم. كاينين الناس اللي فريمون ما باينينش، هادو مازال راه عندهم ربي نعم عليهم، انه كاين السوشيال ميديا وكاينه صحافه اللي بيناتهم. راه كاينين الناس فريمون كيعيشوا الالم وكيعيشوا الفقر ومحتاجين الدواء. كاين اللي ما عندوش باش يشري اسبيرين. احنا ما كنكملوش الماكله ديالنا وكنلوحها في طر الزبل. يعني المغربي خصو يبقى حنين بحال اللي كان، اللي يقدر يساعد يساعد ولو بكلمه طيبه ولو بدرهم، يعني ولو بابتسامه. ما باش نبقاو نتعلقوا فين نتفلقوا، خصنا نبقاو مغاربه حرار. مغاربه حرار حنان كيوقفوا مع بعضياتهم في وقت الشده بوان باغ.